يزيد ابو صامون رئيس جمعيه نهضه الزناتي للتنميه والتضامن. نحن في اطار الذكرى 15 على مرور تاسيس جمعيه نهضه الزناتي للتنميه والتضامن، هذه 15 سنه. الحمد لله اليوم كننظم واحد الحفل على شرف جميع المدعوين منهم اعضاء الجمعيه المنخرطين ساكنه منطقه عين حروده والشلالات وساكنه مدينه المحمديه وجميع الاصدقاء، معنا كذلك الفنانين، معنا وسائل الاعلام، كذلك بعض اطر الاداره او اللي تم حضروا معنا، كذلك اطر المصالح الخارجيه من المصالح الخارجيه للوزارات المتواجده او المندوبيات المتواجده باقليم المحمديه اللي دائما كيشرفونا وكيدعموا الجمعيه في جميع الانشطه. كنتمنى الاخ يزيد المزيد من الازدهار والتقدم، ونتمنى كاع الجمعيات ديال المحمديه تما يكونوا في هذا المستوى ديال هذه الجمعيه ديال زناتها. اولا تحيه للسيد يزيد وتحيه لجمعيه زناتها. اليوم حضرنا الحفل وحضرنا لواحد لا فيديو اللي عطات ملخص ما تقوم به جمعيه زناتها للتنميه. انا كنبغي نوجه رساله لجمعيات المجتمع المدني داخل مدينه المحمديه انهم يحدوا حدو يزيد بوصابون، لانه كما قالت الاخت منى علوان قبيلات، صافي بزاف ديال الناس العمره كيوقف مع الناس، بزاف ديال الناس مراد القفاف ديال المراد القفاف ديال رمضان الاعياد. بغيت نشكر السي يزيد بوصابون على هذا الحفل الرائع اللي قام به، وبالنيابه عليا وبالنيابه على جميع اعضاء جمعيه نور التنميه الاجتماعيه تنشكروا، وتنتمنى ان جميع الجمعيات يبقاو يساهموا ويديروا بحال هذه الانشطه اللي تيديرها السي يزيد. الحمد لله وصلنا اليوم اكثر من 530 نشاط منذ تاسيس الجمعيه بمعدل تقريبا 38 نشاط في السنه. الحمد لله الانشطه كانت متنوعه كاجتماعيه، رياضيه، تربويه، بيئيه، اجتماعيه، اضافه الى بعض المشاريع التنمويه اللي كتوفر على الجمعيه. احنا من خلال هذا الحفل حاولنا باش يعني باش نعرضوا واحد الشريط وثائقي حول جميع انشطه الجمعيه منذ تاسيسها، والحمد لله كنتمنى ان شاء الله 100 سنه اخرى ان شاء الله تستمر الجمعيه. الاخ مصابون صديق ديالنا وعزيزي علينا وعاشرنا ورافقنا على بزاف المسائل وصديق ديالنا، وهو 15 سنه ديال العمل. هو في الحقيقه اش غادي نقول لك على جمعيه نهضه زناتها؟ لا جيت نهضر عليها غادي نقول عليك الكلام الكثير وما غنساليش. جمعيه نهضه زناتها اليوم تحتفل ب 15 سنه ديال الكفاح، ديال الاجتهاد، ديال التعب، ديال اش غنقول لك؟ كثير ما غنقول لك عليها. هذه الجمعيه هذه اللي كتجتهد وكتخدم، وماشي كتخدم غير في المحمديه، كتخدم في جميع انحاء المملكه. يعني دور العجزه، دار الايتام، كتزور الدواور اللي ما عندهم حاله ضعيفه، كدير لهم معونه، كدير لهم الحوايج، الملابس، المواد الغذائيه، ما نقول لك كثير ما غادي نقول لك. زعما كنتمنى لها الصحه والسلامه والمزيد من العطاء، ونتمنى لها النجاح والتوفيق للرئيس ابو صابون وجميع الناس اللي كيتعاملوا معاه في هذه الجمعيه، وجميع اي وكنشكر اي واحد كيعاون هذه الجمعيه ولو بدرهم، لان اي واحد كيدير شي خير ربي كيجازيه ليه، وهذه صدقه جاريه ومحسوبه على اي واحد وربي غادي يجازيهم على هذا الفعل الخير. وكيف كتشوفي اليوم كيحتفلوا بالسنه ال 15 وكلشي فرحان وكلشي ناشط وكلشي ضاحك، ونتمناو لهم التوفيق والنجاح، وكذلك حتى نتوما اللي جيتوا زرتوا هذه الجمعيه كنتمنى لكم التوفيق والنجاح. الحمد لله الحفل ديال الاخ يزيد ابو صابون حفل رائع، وكنتمنى ان الجمعيات ديال المحمديه حتى هما يتقادوا ويديروا بحال هذا الحفل ديال هذا السيد، يعني حفل رائع 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 اكثر من رائع، يعني جمع كاع الوليدات الارملات، يعني صفت الناس للحاج ما خلى ما دار هذا السيد، يعني كونوا بحال يزيد ابو صابون، كونوا بحال يزيد ابو صابون. صافي معنا الفنان الكبير القلاع اللي غني التعريف، كيف جاك هذا الحفل اللي قام به يزيد اليوم بمناسبه 15 سنه؟ ونتا نقول لك كانوا كاع الجمعيات بحال ما هكا
كيخدموا بجديه وكيخدموا لصالح الانسانيه وصالح الاجتماعي مصالح اجتماعيه والمصالح التربويه والثقافيه والرياضيه كون راحنا بخير. الحمد لله اليزيد 15 سنه من تاسيس على تاسيس الجمعيه ديالهم واليوم كيحتفلوا بالمناسبه ديال 15 سنه. بصراحه هاد الجمعيه خدمت وعطات الكثير على الصعيد الوطني فيما مشينا الحمد لله كنلقاو الجمعيه بيننا معروفه على الصعيد الوطني وكيكون استقبال من جميع المدن استقبال واحد استقبال ديال الاحترام واستقبال ديال الاخوه واستقبال ديال الناس اللي كيخدموا بجديه. الحمد لله هذه الجمعيه كتقوم بعده انشطه في السنه منهم الختان ديال الاطفال اعراس ديال الزواج ديال اليتامى والفقراء كدير كتنقي كل عام مقبره. وكنشكروا جميع الاعضاء خاصه والمنخرطين والنساء والشباب والاطفال اللي دائما كيدعموا الجمعيه وجميع المؤسسات او المقاولات المواطنه وبعض المحسنين اللي دائما كيدعموا الجمعيه وفي الانشطه ديالها واللي عاملين الثقه في الانشطه ديال الجمعيه. وكنتشناو ان شاء الله نواكبوا جميع ان شاء الله المشاريع ديالنا خاصه في اطار المشاريع اللي نشاتها الجمعيه وكذلك الشراكات اللي نشات خلقتها الجمعيه مع جميع المصالح الخارجيه. والحمد لله كنتمنى ان شاء الله هذا كما كنعاود نكررها نتمنى ان شاء الله 100 سنه اخرى ان شاء الله. وشكرا. شكرا للمنابر الصحفيه، شكرا لرئيس جمعيه نهضه الزناتة يزيد ابو صابون. اتمنى ان جميع الجمعيات ان تحدو وحدوهم في العمل الاجتماعي الفني الثقافي الخيري الاسلامي، وصل صيتها ومجهوداتها الجباره حتى العالم الاسلامي بتقديم هدايا العمره للمعويسين. قافلات صحراويه قادتها قلميم العيون بوسطور والساقيه الحمراء، قافلات اليتيم مدينه دمنات مدينه خميسات اليوسفي واسفي. الاعذار يعني الختان بالدارجه لا سيركونسيزيون. جميع الاعمال تقديم فطور في شهر رمضان معدم وقفه للمعويزين، اقامه حفلات ومشاركه إفطار جماعي في الشهر المعظم مع المسنين مع أطفال في الخيرية الإسلامية، وإفطار جماعي في شهر رمضان وقفة لإحتياج ذوي الصعبة. فهنيئا لجمعيتنا وهنيئا لرئيسها وهنيئا للجميع اللي حضر هذا الحفل البهيج. وأنا جاتني انفيتاسيون من عند مسيو اليزيد اللي هو رئيس الجمعية ديال نهضة زناتة في الحفل اللي كتشوفوا معنا ديال الخامس عشر ديالهم. وكيف عودنا اليزيد ابو صابون ديما بالجديد بالمناسبات، يلا كنا في الحفل ديال الختان ديال الدراري الصغار، اقترح لي انني نعرض الجديد ديالي. كيف ما شفتوا معنا درنا واحد الديفيلي ديال التكاشر ديال الكوليكسيون ديال الصيف، وجدنا شي جديد لباط رمضان والصيف. فبهاد المناسبه انا كنرحب بالجميع وغادي نديروا دي بون بري ودي بخسيون للعريسات في الصيف ان شاء الله. فمرحبا بالجميع. أنا فرحانة بزاف أني أنا معكم وسط هذا الحضور الزوين اللي فيه العيالات والرجال والبنات والحجاج والحاجات. غادي نقول إلا جيت نقول الكلام في حق هذه الجمعية ما غاديش نسالي حتى العرشة والعرشة وقيلا ما حدش نسالي. هذه الجمعية ملي عرفتها في الحقيقة كدير الخير بواحد المجهود، ما عمرني شفت شي جمعيه كدير بحال هاد الخير. هاد يزيد ابو صابون دار تكريم لجميع السيدات جميع الرجال. كنقول لكم اللي كيشتغلوا في جميع المهن سواء في المخزن ولا في الحمام ولا مربيه في البيت ولا اي مهنه كتصوروها في بالكم، هاد السيد دار لها تكريمات. الحقيقه انا عمرني شفت شي جمعيه لحد الان انك تكرم
جميع السيدات والرجال، ما كيهموش انه هذا